الإيمان بأشراط الساعة هذا أمر على الوجوب، يعني يجب على الإنسان أن يؤمن به. والإيمان بأشراط الساعة هذا على الوجوب، لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة، ينقله العوام على العوام، يعني مشهور عند الناس ويتكلم فيه أهل العصر على العموم. أمر معلوم من الدين بالضرورة، عين يتعلق بالأعيان، يعني من كان مكلفا يجب عليه أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعل للساعة أشراطا، معين، أمر معين ليس مخيرا. وموسع بالقدر الذي يتعلم فيه الإنسان أركان الإيمان. يعني إذا جاء إنسان وقال أريد أن أسلم، قلنا له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بعد ذلك ماذا سنعلمه؟ سنعلمه أركان الإيمان، أن تؤمن يعني بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والملائكة، واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشره. ونذكر له هذا الحديث أن الله جعل لليوم الآخر أشراطا، وجعل لليوم الآخر علامات، فالتوسع بهذا القدر. لا أتكلم عن أشراط الساعة من حيث أفرادها، يأتي إنسان ويقول هذا الشرط يعني غير ثابت في حديث ضعيف، أو أتكلم عن أشراط الساعة بالنصوص القطعية. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ يسألك الناس عن الساعة. إذن القيامة وأشراط الساعة هذه مقطوع بها، والإيمان بها بالكيفية التي قلتها.